بهذا المكان الآن السيدة نجيبة تتحدث عن مظلومية. بس هذه المظلومية من مسؤول عنها؟ الحكومة الاتحادية. أنا مسؤول عنها. الله يرضى عليك، مسؤول عنها حكومة إقليم كردستان. طيب. يعني حكومة إقليم كردستان هاي المشكلة عريقة. هل فرد يوم سلمت حكومة الإقليم ولو دولار واحد ولو برميل واحد إلى الحكومة الاتحادية؟ هي ما تستلم. عشرات بل مئات الاتفاقات تمت، عشرات الاتفاقات تمت بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية، وبالنتيجة لم يسلم شيء. وهاي هسه آخر مرة. اسمحي لنا ست نجيبة، أتمنى شلون هي ما تقبل أنه واحد يحكي على الإقليم؟ أنا ما أحكي على الإقليم، أنا دا أدافع عن أبناء الإقليم. أنا جاي أدافع عن أبناء الإقليم سيدتي، لأنه المتضرر هو أبناء الإقليم. أنت ما متضررة، أنت ما متضررة، المتضرر شعب إقليم كردستان. أنا جاي أدافع عنه، أنا جاي أدافع عنه. أرجوك خليني أكمل. اسمحين ست نجيبة، ما يخالف، أنا أعرف إذا ما حكيتي، إذا ما شوشتي علي. طيب. إذا ما شوشتي علي أسمع رأيي السيد.